نعيش الحلم. سيترويين. الماتش الاولي لعبت انا والكوبي كل ماتش ما كانش صعيب معناها شجاريه دونك تقبل قبل دي بوان قبل دي بوان اللي كنت لي انا مش عامل لهم حساب معناها جمله جمله دونك هما اللي صعبوا علي اكثر الكومبا نتاعي. صحيح انا لعبت كومبا بركه ما ماهيش اشياك بالنسبه لي انا خاطر اول جوز اولمبيك شاركت فيها دونك في جوز اولمبيك ديما نقولوا ما فماش اشاك دونك تربح ولا تخسر دونك انت اتليت اولمبيان دونك حاجات باهيه برشا باش تتعلمها باش تشوف العباد كيفاش تعيش لي اتليت الناس الكل مع بعضهم جو الكومبيتيسيون كيفاش سيبورتور كيفاش جماعه في تونس كيفاش يشجعوك تونس كامله تحسها وراك دونك مسؤوليه كبيره دونك المره الجايه ان شاء الله نقولوا فيها ما تصعبش علينا اكثر من هكا. سكرت الكومبا هذيا باش نحلوا معناها 4 سنين تاع بريباراسيون جديده لطوكيو ان شاء الله ربي يسهل لنا معناها في ميداي وان شاء الله نعيشوا الحلم. تيم شامبيون سيترويين صارت مفاجاه انيس بوبكري تاع ميداليه برونزيه كنا متوقعين انها باش تعمل مخير دوماج زاد بور نهال وحبيبه وفيصل اللي كنا زاد متوقعين انهم يعملوا دي ميداي يشرفونا انا يعني اللي كنت نجم زاد نعمل ميداي اما خساره ما مشتش معايا الكومبيتيسيون مشروع ابطال سيترويين هو مشروع يونيك في تونس معناه مش موجود جمله وهو مشروع اللي يخليك تحاول باش توصل تعطي له ماكسيموم تاعك دونك هو زاد يبعث برشا امل للسبور وللي جون باش يعملوا السبور خاطر ماك تعرف الالعاب معناها الالعاب الاولمبيه مش سهله باش تشارك فيها.